السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلو معاكم في الفيديو دوت ان شاء الله. المسائل بتاعت المحاضرة الرابعة. مبدئيا كده لما يجي يقول لك موديفاي ناند جيت ديكودر او عامة يقول لك كلمة موديفاي دي، ده معناه انك انت هتعدل في الديزاين بتاعك بناء على الادرس رينج اللي هو مديهولك. فمثلا المسألة ديت هتبص هتلاقي من A0 لA10 دول بتوع مين؟ بتوع الميموري ديفايس، تمام؟ يعني دول اللي هيكون الستارت بتاعتهم بصفر والاند بتاعتهم بواحد، والناند جيت ديكودر من A11 لA19. من A11 كده لA19 او الادرس اللي بتوصلها بالناند جيت ديكودر لازم كلهم يكونوا واحد، لازم كلهم يكونوا واحد. فلو الادرس رينج اللي هو مديهولك دول طلع في واحد فيهم بصفر، فانت هتعمل حاجه في الدايره هتخلي الصفر ده يتحول لواحد. هو بيقول لك الادرس رينج بتاعي من دي اف 800 لدي 4 اف، تمام. احنا دلوقتي اول حاجه هنعملها ان احنا هنكتب من A0 لA19. ليه كتبنا من A0 لA19؟ لان احنا الادرس بتاعتنا من A0 لA19، وطبعا دي الستارت ادرس بتاعتنا ودي ايه الاند ادرس. فهنبدا من اليمين للشمال، نبدا من اليمين للشمال. الصفر ده هو عباره عن 4 اصفار، الصفر ده كمان ده 4 اصفار، والثمانية دي عباره عن 3 اصفار وواحد، والاف دي عباره عن اربع وحايد، والدي دي عباره عن ايه واحد واحد صفر واحد. فهنكتبها هنا. احنا كل تركيزنا على الادرس اللي بيتوصل بمين؟ بالناند جيت ديكودر. انما اللي بيتوصل بالميموري ديفايسز مش هتفرق معايا يكون بصفر ولا واحد. لو انت اتفرجت على الفيديوهات اللي فاتت او ركزت فيها هتعرف انك انت ممكن تجيب على طول الاند ادرس من غير ما تبص على الرقم ده، وممكن تتاكد. مش انا قايل لك الادرسز اللي بتتوصل بالناند جيت ديكودر اللي الستارت بتاعتها هي الاند؟ فانت عندك من A11 لA19 هي دي الادرس اللي متوصله بالناند جيت ديكودر. فمن A11 لA19 هيبقى الاند بتاعها هو نفس الايه الستارت، فهيكون ايه هنا واحد، دول كلهم زي بعض، وهتلاقي الصفر ده هنا واحدين، تمام. انما من A0 لA10 اللي هم متوصلين بالميموري ديفايس هيكونوا ايه واحد، دول الاند بتاعتهم بكام؟ بواحد. وبرده تاني حاجه برده خلي بالك منها، ان انا قلت لك الادرس اللي بتتوصل بالناند جيت ديكودر لازم يخش كلهم واحد على الناند جيت ديكودر، علشان الناند جيت هتعكسهم هتخليهم صفر، وبعدين هيخشوا على الشيب انيبل، والصفر دي بتفعل الشيب انيبل اللي هي عليها بار فهتتحول لواحد، فكده الميموري ديفايس هيتفعل. بينما لو الاي 17 زي ما هو موجود قدامك كده بصفر، ده معناه ان الادرس دي كلها هيتضربوا في بعضها في الصفر كمان، هيبقى كلهم ايه بصفر. الناند كده هتعكسهم هتخليها بواحد، الواحد هتخش على الشيب انيبل هتخلي الشيب انيبل ايه مش متفعله. طب ايه هو التعديل اللي انا ممكن اعمله على الدايره بتاعتي اللي يخلي الميموري ديفايس بتاعي يتفعل؟ هتيجي تسأل نفسك هو ايه هو اللي معطل السيستم بتاعي ان هو يشتغل. المفروض هتقول ان الاي 17 بصفر، فلما الاي 17 بصفر كده ايه هتخلي ده كله لما يضربوا ببعض هيكون بصفر، والناند جيت تطلع واحد. انا عايز الناند جيت تطلع لي بصفر، فكده انا عايز الاي 17 تدخل للناند جيت ديكودر تكون بواحد، تمام. فانا كده هعدل في الديزاين بتاعي، اخلي الاي 17 ديت تعدي الاول، يعني يكون بعدها نوت جيت، يعني هخلي الاي 17 وبعدين نوت جيت، ومن خارج النوت جيت يخش على مين؟ على الناند جيت ديكودر. ده معناه ايه؟ ان الصفر دوت هيعدي على نوت جيت هيتحول لواحد، وبعدين واحد هيخش على الناند جيت ديكودر، فيكون واحد كلهم كده داخلين على الناند جيت ديكودر فهيتحول لصفر. فكده احنا عرفنا نعدل في الديزاين بتاعنا، جميل. فنيجي بس نبص على الاجابه بتاعتنا هنلاقي عاملها ازاي. اهو دي رقم 15، الاي 17 جايه بصفر فهيعديها على نوت جيت هتتحول لواحد، فكده كل اللي داخل على الناند جيت بكام؟ بوحيد، فالناند جيت هتخرج لك صفر، فكده المشكله بتاعتي اتحلت وكده الديزاين بتاعي طلع مظبوط. تعالى مثلا بيقول لك موديفاي ذا ناند جيت ديكودر اللي فوق دوت برضو علشان توصل لك ذا ميموري ادرس رينج 40000 هكسا لغايه 47 اف اف هكسا. انا بركز بالستارت ادرس، الستارت ادرس هو اللي بركز فيه، لازم اكتبه مظبوط اخلي بالي منه. فانا مثلا عندي ايه؟ اول حاجه 4 اصفار، تمام. هكتبه من اليمين للشمال، اول صفر هيبقى 4 اصفار، ثاني صفر 4 اصفار، ثالث صفر 4 اصفار، رابع صفر ب 4 اصفار بالباينري. رقم 4 هو 0100، تمام. انا بركز على مين؟ بركز على الادرس اللي متوصل بالناند جيت بتاعتي، لان دول اللي هيكون الستارت بتاعهم هو الاند. الستارت بتاعه هو الاند. فهتسال نفسك الادرسز بتاعتي الادرس اللي متوصله، فهتيجي تسال نفسك الادرس اللي متوصله بالناند جيت ديكودر بدايتها فين ونهايتها فين؟ من A11 لA19. فمن A11 لA19 نفس الارقام، هتلاقي هنا 0 0 0 0 0 وهنا 1 وهنا 0 0. فمن A10 لغايه A0 هيكونوا ايه بواحد،
ولو جيت تحول الرقم الباينري ده لهكسا هتلاقي 40 7 FF زي ما هو مديهولك بالظبط. فانت كده اتاكدت ان انت حلك مظبوط ما فيهوش مشكله. فتعالى كده نشوف المشكله اللي ممكن تواجهنا في الديزاين بتاعنا. انت المفروض كل اللي يخش للناند جيت يكونوا كلهم ايه؟ وحايد، تمام؟ طب تعالى كده، هل كل اللي داخل للناند جيت كلهم وحايد؟ يعني من ايه 11 لايه 19 داخلين كلهم وحايد ولا كام؟ لا ده كلهم اصفار ما عدا الايه 18. طب ايه الحل؟ الحل اللي انا لازم اخلي احول الاصفار دي لوحايد علشان يخشوا للناند جيت. فانا هعمل ايه في الديزاين بتاعي؟ هعدل ازاي في الديزاين؟ اخلي الايه 11 والاي 12 او كل البنات اللي هم جايين باصفار اخليهم يعدي الاول على النوت جيت عشان يتحولوا لواحد، والواحد ده بقى يخش على اللاند جيت، يبقى كل اللي داخل للاند جيت ايه؟ وحايد، تمام؟ فهيتحول لصفر، فالصفر هيعمل ايه؟ يفعل التشيب انيبل، فالميمو ديفايس بتاعتي هتتفعل، تمام؟ تعالى كده نشوف الحل بتاعنا. ايه 19 اوصلها بنوت جيت عشان هي بصفر، تمام؟ ايه 19 بصفر فاوصلها بنوت جيت، ايه 18 بواحد فاوصلها على طول بمين؟ بالناند جيت، وايه 17 بصفر فاوصلها الاول بنوت جيت عشان تتعكس تكون بواحد، وبعدين تخش على الناند جيت تكون بواحد. وهتلاقي برضو بقيه الادرس بينس موصلها بنوت جيت علشان كلهم اصفار عشان يتحولوا في الاخر لوحايد بعد النوت جيت، ويبقى كده كل اللي داخل الناند جيت بكام؟ بوحايد، فيتحول لصفر، فالصفر ده هيخش على الشيب انيبل هيفعلها، وكده الميموري ديفايس بتاعي هيتفعل. بيقول لك هنا في المساله دي عدل في السيركت بتاعتك بناء على الادرس رينج دوت اللي هو 70,074 افات. انت لو لاحظت انك في الامثله اللي فاتت كنت بتركز على مين اساسا؟ بتركز على الادريسز اللي متوصله بالديكودر اللي هي ايه؟ بتفعل التشيب انيبل بتاعتها، اللي هي كانت في المثال اللي فات كانت من 11 ل 19، وهتلاقيها كانت في الستارت وفي الستارت والاند واحده. فانت كنت ممكن ببساطه تحول الستارت الباينري وما تجيبش الاند خلاص، انت بس ممكن تعرف مين اللي عايز تعدله بس ايه من الستارت وخلاص، لان الستارت هو الاند في البنات اللي متوصله بالديكودر. فانا هنا ايه جبت الرقم الباينري على طول بتاع الستارت وما جبتش الاند بتاعه، لان كده كده الستارت والاند بتاع البنات اللي بتفعل التشيب انيبل هم مين؟ هم اللي بيكونوا موجودين في الستارت، هم موجودين فين؟ في الاند، تمام؟ فهو ايه كده كده انا بس بركز على مين؟ على البنات اللي متوصله بالديكودر اللي هي هتفعل لي مين؟ الميموري ديفايس. ونوع الديكودر ده لو انت فاكره من الفيديوهات اللي فاتت، ده نوع الديكودر اسمه 3 to 8 line decoder وبيكون اخره 138، تمام؟ اهم حاجه عندي ان انا بركز على البنات اللي متوصله بالانيبل انبوتس بتوعي، تمام؟ لان الانيبل انبوتس بتوعي هم اللي بيفعلوا الشبايه ديت. طب مين هم الانيبل انبوتس بتوعي اللي في الشبايه ديت؟ هم الجي 1 والجي 2 بي والجي 2 ايه. وزي ما انا قلت لك في الفيديوهات اللي فاتت ان الدايره ديت يعني انفرتر، يعني لو داخل لي هنا واحد فهيخش هنا صفر، فده معناه ان مش هيتفعل. الجي 1 ديت امتى تتفعل؟ لو الاي 16 دخل لها واحد، تمام؟ والجي 2 بي امتى تتفعل؟ لو الناند جيت بتاعتي خرجت لي صفر فهتتعكس بواحد، فكده الجي 1 والجي 2 بي هتتفعل، والجي 2 ايه هتتفعل لو دخل لها صفر فعلا، لان هي هتتعكس هتكون واحد. وخلي بالك طبعا في الديكودر دوت لازم التلاته بينز بتاع النيبل اللي لازم يكونوا كلهم متفعلين علشان الشبايه بتاعتك كلها تكون ايه متفعله، تمام؟ ولو الشبايه بتاعتك اتفعلت ده معناها ان الميموري ديفايس بتاعتك هتتفعل، تمام؟ على اساس الانبوت سيلكشن اللي داخل هنا، لان هو الانبوت سيلكشن بيختار بس ايه انهي ميموري ديفايس هيتخزن عليه الداتا بناء على الرقم الباينري اللي هيخش هنا هيتحول لديسيمال، فهيكون واحد من الثمان ارقام دول هو اللي هيخرج عنده ايه الصفر، فيفعل واحد من التشيب انيبل بتاع الميموري ديفايسز ديت. فكده انا اهم حاجه عندي اركز على الادريسز بتوع الانيبل انبوتس بتوعي. واحنا قلنا الادريسز بتوع الانيبل انبوتس بتوعي اللي هم الاي 16 و17 و18 و19، تمام؟ تعالى نحول الرقم الستارت بتاعنا ده لباينري، تمام؟ احنا بنبدا من اليمين للشمال، الصفر دوت هيتحول لاربع اصفار، والصفر ده هيتحول لاربع اصفار، الصفر ده هيتحول لاربع اصفار، والصفر ده هيتحول لاربع اصفار، والسبعه هيتحول صفر ثلاث وحيد، تمام؟ احنا هنركز على مين؟ هنركز على اي 16 لغايه اي 19. اي 16 بواحد، الاي 16 لما يكون بواحد البنيه تتفعل، اي 16 اي 16 ما فيهاش مشكله كده، تمام؟ اي 17 بواحد، ايوه تمام ما فيهاش مشكله، انا عايز الناند جيت بتاعتي يخش لها كلها وحايد علشان يخرج لي صفر. طب اي 18 مين اللي هي اي 18 هنا بواحد ما فيهاش مشكله، اي 19 بصفر، ايه ده لا ما ينفعش، اي 19 ما ينفعش يكون بصفر. طب انت في رايك ايه الحل؟ انت ممكن تعدل في الديزاين بتاعك باي طريقه انت ممكن تعملها. فانت كده في مشكله عندك في الديزاين بتاعك، لان الصفر ديت لو بقت هنا ده معناه ان الناند جيت الديكودر هيبقى الخارج بتاعها هيكون بكام؟ بواحد، فكده الجي تو بي هيكون بصفر، تمام؟ طب ايه الحل؟
انت ممكن ليك حلين ممكن تعمله او ليك كذا حل، هو ده ديزاين بتقعد تعدل فيه على مزاجك انت. فانت ممكن ال 19 توصلها بنوت جيت فيخش فيتعكس الصفر يكون واحد، فالناند جيت يكون داخلها كله بواحد فالخارج هيكون ايه بصفر، تمام. وممكن ال 19 دي تاخدها تدخلها على مين، على الجي 2 ايه صح، ما هي الجي 2 ايه بتتفعل بصفر، فانت ممكن تاخد ال 19 ديت وتشيل الجراوند ده وتحط ايه ال 19 هنا، ما هي بصفر فهي هتفعل الجي 2 ايه. يبقى انت كده عندك حلين، ال 19 ممكن تخلي بعدها نوت جيت فهيتعكس الصفر ده يكون واحد، فكده الدخل بتاع الناند جيت كله بواحد فهيتعكس يكون بصفر. او انت ممكن تاخد ال 19 دي تدخلها على الجي 2 ايه، تمام. ليه؟ لان جي 2 اي بيتفعل بصفر وال 19 بتاعتك بكام؟ بصفر، كده ما فيهاش مشكله. فانت هنا لو لاحظت ان هو عمل الحل انهي؟ عمل الحل التاني اللي انا قلت لك عليه ان هو، ولو لاحظت هنا بقى في الحل اللي هو عامله ان هو عمل الحل التاني اللي هو خلى ال 19 هي داخل الجي 2 اي وال 19 اساسا هي بصفر، فجي 2 اي هتتحول بواحد، تمام، وشال ال 19 من النمت، فكده برضو الديزاين بتاعك ما فيهوش مشكله، هو مظبوط. تعالى للسؤال التاني، بيقول لك موديفاي ذا سيركت بناء على الادرس رينج ديت اللي هو من 40000 ل 4 افات، وال 40000 هنحولها لباينري من اليمين للشمال، 0 4 اصفار 4 اصفار 4 اصفار 4 اصفار، وال 4 0 1 0. طب لاحظ كده الجي 1 دي بتشتغل بايه؟ لو الاي 16 جالها ايه؟ 1. طب ايه الحل؟ الاي 16 بتاعتي بصفر، فانا ممكن ايه اخلي الاي 16 يكون بعديها نوت جيت فتتحول لايه؟ لواحد، فالجي 1 هتشتغل ما فيهاش مشكله، تمام. طب الجي 2 بي، الجي 2 بي داخل لها الناند جيت، والناند جيت المفروض تخرج صفر، والناند جيت الدخل بتاعها اي 17 و18 و19، فين اي 17؟ اي 17 بصفر، تمام، واي 18 بواحد، واي 19 بصفر. طب ايه الحل؟ انا ممكن اعمل ايه؟ اي 17 يكون بعدها نوت جيت فيتحول لواحد، اي 18 بواحد فيتاني زي ما هو، والاي 19 بصفر فهحط له بعدها نوت جيت فيتحول لواحد، فكده برضو ايه انا خليت الانبوتس بتاع الناند جيت كله ايه بواحد. بس انت ممكن تعمل ديزاين اسهل من كده صح؟ مين هم البنات بتوع الانيبلز اللي هم من اي 16 لاي 19 صح؟ انت عندك اربع بنات، طب انت ممكن تستغل الموضوع ده ازاي؟ مش انت عندك الجي 1 دي بتشتغل بواحد، تمام؟ طب انت ما تاخد البنايه اللي هي اساسا بواحد وتوصلها بالجي 1، فانا هاخد ممكن الاي 18 اوصلها بالجي 1، فكده البنايه الجي 1 ديت تمام شغاله ما فيهاش مشكله، تمام. طب بالنسبه للجي 2 ايه؟ الجي 2 ايه بتشتغل بايه؟ بصفر صح؟ الجي 2 ايه هتشتغل لو دخلها صفر، تمام، بس هي دخلها صفر في الجراوند، خلاص انا ممكن اشيل الجراوند او ممكن اسيب الجراوند، فانت ممكن تشيل الجراوند مثلا ايه وتحط مثلا اي 19 او ممكن تحط اي 17، تمام. فيتفضل اي 16 مثلا، لو انت حطيت الاي 17 هيتفضل الاي 16 والاي 19، تمام. اي 16 والاي 19 انت كده هتدخلهم لمين؟ للجي 2 بي. طيب الجي 2 بي ديت هتشتغل امتى؟ لو دخلها ايه صفر، تمام. بس انت عندك دلوقتي بنتين اي 16 واي 19 هما اللي فاضلين، طب انت ممكن هتدخلهم على الناند جيت هيخرجوا لك كام؟ واحد، فما ينفعش. طب انت ممكن تشيل الناند جيت دي تحط مثلا اور جيت، الاور جيت دي يعني ايه؟ بتجمع الانبوتس اللي داخل عليها، فانت لو الانبوتس بتاعتك صفر وصفر فكده الخارجه يعني بتاع الاور هيكون كام؟ بصفر، فده معناه ان جي 2 بي هيتفعل، تمام. انت كده المفروض فهمت الكونسبت بتاع مين؟ الانيبل انبوتس هيشتغل امتى، وبالذات الديزاين ده انت ليك حلول كتير قوي، يعني مثلا انك تسيب الجي 2 اي برضه بجراوند زي ما هو، والاي 16 اللي هو بصفر ممكن توصله بس على طول بمين؟ بالجي 2 بي صح؟ وممكن توصل بقيه البنات بالجي 1 عن طريق اور جيت. ليه؟ لانك انت هيفضلك اي 17 واي 18 واي 19 0 1 0، وانت الجي 1 عايز يخش له مين؟ يخش له 1 صح؟ طب ما انت تدخل الثلاث بنات دول على اور جيت، والاور جيت بتجمع الدخل اللي داخل لها يعني 0 و0 و1، فهي الخارج بتاعها هيكون 1، فكده الواحد ده هيفعل مين؟ الجي 1. فانت بقى هو مديك الادرس انبوتس بتوعك، فعن طريق الادرس انبوتس بتوعك انت تقدر تشكل الديزاين بتاعك على حسب دماغك انت، المهم الانيبل انبوتس بتوعك يكونوا ايه؟ متفعلين، تمام. تعال بقى نشوف هو حيلها ازاي في المساله هنا. الجي 1 دخل له الاي 18 اهو، الجي 1 دخل له الاي 18 في بواحد، فالجي 1 هيشتغل عادي. الاي 19 دخل له الجي 2 اي، دخله الاي 19، الاي 19 بصفر، فالصفر هتفعل مين؟ الجي 2 اي ما فيهاش مشكله. هيتفضل لك الاي 17 والاي 16 هو دخلها لمين؟ لاور جيت، تمام. الاور جيت هتجمع الداخلين اللي داخل لهم، تمام. فالاي 17 والاي 16 بكام؟ اي 17 بصفر واي 16 بصفر، فصفر وصفر هيطلع لك بصفر، فالجي 2 بي هيتفعل. فهو ده برضه ديزاين سيمبل جدا، هي مش معقده، انت دي حاجه في دماغك انت بقى تعمل ديزاين على مزاجك انت، تمام.